في مكان بعيد. كان ثور قد تأخر عن أصحابه وابتعد عنهم، فمشى ساعات طويلة ومتواصلة من غير نتيجة حتى كاد يموت من العطش. أناني متعبان جداً، أيها الشمس والعين، إنك تجعلني متعباً وعطشاً. سوف أستريح هنا لفترة قصيرة. من هذا الذي يتجرأ يدخل مملكتي؟ أيني لمقصد أجوكا، أنا توران دايف وكديرتو أو أشابي. وماذا تريد أيها الثور؟ أني سأفعل ما تمروني به يا مليكي. إذا لا تقف إنك تكون صديقا لي، وأعطيك كلمتان بالأمان، لن يزيك أحد هنا. مالي هو لك الحق بي، إنك بحاجة لما إن هناك نهر ليس بعيد من هنا. وبقي الأسد عند كلمته، وعاش الثور في أمان في مملكة الأسد. ولكن في يوم من الأيام بدأ الأسد يشعر بالمرض، ولم يعاد في استطاعته الصيد حتى يأكل ويطعم أصحابه. وكان أصحاب الملك النسر ابن آوى والذئب يعتمدون على صيد الملك في أكلهم، ولكن الآن لعدم استطاعة الملك للصيد بدأوا يشعرون بالجوع والهزل. يجب أن نفعل شيئاً، لا نستطيع البقاء بالجوع لمدة أطول من ذلك. نعم، إني أشكو أن أموت من الجوع. لماذا نأكل الثور؟ إنه هنا من غير فائدة، إنه كسول ويأكل عشب المملكة، هو ليس مثلنا، يغايب أن نقنع الملك بقتلة. لكن الثور صديق الملك، لن يوافق الملك على قتله. لا تشغلوا بالكم، اتركوا الأمر لي أنا. أنا عندي فكرة، إذا نجحت سوف نأكل كل ما نريد. عندي فكرة، لماذا نذهب ونصيد صيدا عظيما ونأكله للملك؟ ما هي هذه الفكرة التي لديك أيها النسر؟ وبدأ الأربعة منهم يتحدثون فيما بينهم ويرسمون الخطة للقضاء على الثور. وبعد فترة قصيرة ذهبوا للأسد، وعندما وصلوا إليه قال النسر: إن ملكنا جائع وبحاجة إلى الطعام، وحياتنا فداء له، ولا بكاء له بدون. إنه قدم نفسي له حتى يأكلونا. اسكت، فلا خير فيك، إن جسمك صغير ولن يشبع الملك. أنا أشبع الملك وأخدم نفسي له حتى يأكلني. إنك قذر ورائحتك قذرة، إن جسمي أكبر من ابن آوى، وجسم النسر ورائحتي نظيفة، أنا أقدم نفسي للملك حتى يأكلني. قال الأطباء من أراد قتل نفسه فلا يأكل لحم ذئب. أصحاب الملك يقدمون أنفسهم إليه، ظن أنه إذا قدم نفسه فسيرضى منه الأسد وسيجد له النسر وابن آوى والذئب عذراً حتى لا يقتله. فقال: أنا لحمي طيب وكثير وبطني نظيف، وأقدم نفسي للملك حتى يأكلني ويطعم الصباح، وأنا رضان بذلك. لقد صدق الثور وكرم. Yeah.